حقيقة أن الوضع في تونس دقيق وخطير. صحيح أننا ما زلنا نعيش بعض الحريات، ولكن التاريخ نبأنا بأن أن نعيش بعضها لا يعني أننا قد لا نسقط في الدكتاتورية من جديد. ففي 1987 و88 و89 كنا نعيش بعض الحريات وبعض الحقوق، ولكننا انزنقنا في دكتاتورية مقيتة. فما يحدث في البلاد خطير. ذكر ضيفكم أن بالفعل وقع حل يعني سلطتين هامتين وهامتين جدا، المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التشريعية. يعني الدستور جمد ثم حل ألغي القوانين، كل شيء. يعني بلد تحكمه المراسيم وكل شيء غير واضح. نواب لأنهم عقدوا جلسة برلمانية يحالون على البحث، عميد محامين محام بفضل أداء مهامه يطلب من الأمنيين تنفيذ القانون وأن لا ينفذوا التعليمات الشفهية، يحاكم أمام القضاء العسكري. عدد كبير من المحامين في إطار ممارستهم لمهامهم يحاكمون أمام القضاء. مدونين، يعني كنا فعلا ننعم بحرية هامة، بهامش هام من الحرية. صحيح أننا نعيش أزمات اقتصادية واجتماعية، ولكن هناك حرية. الآن نعيش الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل يعني أشد، ونعيش أزمة سياسية خارقة، والحريات والحقوق مهددة في وطننا. فنحن هذا كان أن نكون درعا نحمي هذه الحقوق والحريات مع منظمات المجتمع المدني الأخرى. طيب. وهذا الذي سيدة علا، هل هذا الذي الأهداف الجمعية اللي هي في طور التأسيس الآن، هل تتشاركون فيها مع مؤسسات مجتمعية أخرى؟ يعني بمعنى هل سينضم إليكم شخصيات دعنا نقول معروفة ووازنة ومؤثرة في الرأي العام التونسي؟ هل ربما تشكلون بعد ذلك جبهة أو اتحاد للمنظمات المجتمع المدني المدافع عن الحقوق والحريات؟ كيف تنظرون إلى قادم أيام؟ نعم، كل هذا وارد، لأننا بصدد يعني كتابة نظامنا الأساسي، وكل هذا وارد. ونحن نجتمع ونختار الرأي الأسلم والأفيد إلى بلدنا. ما القوة لديكم للتأثير على القرار السياسي؟ الحقيقة نحن نفعل ما استطعنا، نرصد الانتهاكات ونوثقها، ندافع عن الضحايا، كل الضحايا بمختلف ألوانهم. نساند القضاء وندعم استقلالية القضاء، نساهم في كل الأمور التي يمكننا الفعل فيها. القرار السياسي سنندد به، سنندد بما حدث في بلادنا ويحدث. سنقوم بكل ما استطعنا من دفاع قانوني على حرية بلادنا. طيب، هل أفهم من هذا بكل وضوح سيدة علا أن موقفكم من إجراءات الرئيس هو موقف معارض لما يقوم به قيس سعيد، أم تعارضون في أشياء وتتفقون معه في أشياء؟ لا، نحن في النص التأسيسي كنا واضحين وقلنا أننا نؤسس عملنا في إطار هذه الهيئة على مقتضيات دستور 2014 وطبقا لما تمليه الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها تونس وانخرطت فيها منذ الستينيات. كنا واضحين في هذا الأمر، نحن نعارض ما يقوم به الرئيس قيس سعيد. طيب، هل شغلكم مقتصر على تونس والتحرك داخل الحدود التونسية، أم فيه إمكانية إذا تواصلت عملية استهداف الحقوق والحريات أن يكون عملكم كذلك خارج إطار تونس مع منظمات أخرى إقليمية ودولية كذلك؟ ممكن، نعم، هذا وارد.
نحن سندافع بكل ما أوتينا عن الحريات وعن الحقوق.